إذن بلشنا من الأسبوع الماضي نحن وهادية نتابع المجموعات الجديدة بالهوت كوتور لخريف وشتاء 2017-2018، واليوم كمان هادية محضرت لنا أشياء جديدة رح ننتقل لعندها فورا مع الموضة. خير لكل مشاهدينا مكفيين سوا اجواء الهوت كوتور، واليوم رح نشوف سوا من احدى العروض يلي كمان كانت مميزه. وبحب ذكر انه مثل ما لاحظتوا كل الوقت كل ما ببتدي بحلقه فقرت على الموضه قديش محمسه لخريف شتاء 2017-2018، لانه هالسنه باجواء الكوتور وصلنا فتره عم نعيشها هي اجواء الفيري تيل. بس لكن كل مصمم حب يفوت على باجواء الفيري تيل على طريقته الخاصة فيه، واليوم رح نشوف سوا من إحدى العروض المميزة وهو ميزو مارتن ماجيلا. من لما التحق المصمم جون غاليانو، لكل أكيد مصممين ومحبين جون غاليانو، صار مسيو غاليانو بهالدار العريق يلي عنده اسم كتير كبير بعالم المودة. هلأ في كتير ناس يمكن ما كانوا معودين على اسم مارتن ماجيلا، لأنه كان من إحدى المصممين وما زال من لحد اليوم من إحدى المصممين الأفانغارد يلي فرجوا المودة بطريقة مميزة كتير. وليش مميزة؟ والسبب فرجها أنه كيف المودة فيها تكون تايمليس، يعني قطعة بتضاين من موسم لموسم، خاصة مع النظرة الجديدة والجريئة بنفس الوقت. يعني المزيج القطع اللي فينا نلبسها ups and down، هذا الشيء اللي فرجيه مصمم البلجيوم ديزاينر مارتن ماجيلا. مصمم غاليانو التحق صار له تقريبا عدة مواسم عم بيقدم أجواء الهوت كوتور، بس لكن هالموسم بالتحديد بنلاحظ فات أكثر وتشبه أكثر بأجواء مسيو مارتن ماجيلا. من هون بنلاحظ بهيدي المجموعة بالتحديد الأجواء الكونتراست تبع ماجيلا يلي عم بتكون مع لمسات جون غاليانو بطريقة مميزة وحلوة. على كل حال تعرفوا أكثر عن شو عم بحكي، خلينا نشوف سوا مجموعة الهوت كوتور وأكيد لخريف شتاء 2017-2018 لميزو مارتن ماجيلا. We'll be right back.
جاهز ميسو ماجيلا عم بيعطينا جنريشن بالنظرة الجديدة بعالم الموضة اللي هي بتضاين تايمليس من موسم لموسم، وهذا الشيء اللي عم نلاحظه عم بيعيشه أكثر وأكثر مسيو غاليانو اللي يقدم لمحبين ميسو ماجيلا. كمان لما بنقول مثلا كوتور بدنا أكيد عندما نروح نقصد ميسو ماجيلا نحن بدنا شيء مختلف ومميز، وهذا الشيء اللي ماركة ماجيلا بعدها محافظة عليه لحد اليوم. كمان غاليانو عم بفوت بالاجواء الريورك للكود اللي تعرفنا عليه ميزون ماجيلا. بالنسبه للطول بنلاحظ الموديلات بتعدد الطول، بس لكن لخريف شتاء 2017-2018 بنلاحظ انه في الماكسي اللي راجع كثير على الموضه. الالوان كلياتها الوان نيوترال كولرز، واكيد بوجود الاسود الذهبي الازرق والقصات الطاغي عليها. الموديلات الرجالية اللي بنلاحظها موجودة بقوة كتير مثل الترونش كوت البدلة مثلا، بنلاحظ في البينواخ السفتر النورفيجيان بطريقة مميزة، وبنلاحظ كيف السيمبلز تبع اللوك السوبر فيمينين والماسكولين بنفس الوقت بنلاحظوا على هالمجموعة. المواد المعتمدة بهيدي المجموعة هو الصوف الجلد المواد الجديدة اللي مميزة، ومن بيناتهم كمان الأورغانزا والشيفون والحرير، وأكيد ما في غيرها عن الدونتيل اللي موجود بقوة كتير. شفنا سوا مجموعة ميزون مارتن ماجيلا، وفينا نقول اليوم حلقتنا مميزة خاصة بالأجواء الأفانغارد. حتى الديفيلات التاني اللي حنشوفه فيكن تحبوه وفيكن ما تحبوه أبدا، وفيكن تتفاجئوا كمان بطريقة العرض يلي العرض من لما بلش لانتهى بأجواء دولز. عن شو عم بحكي؟ عن المصممين فيكتور اند رولف، هالديو يلي عندهم كمان نجاحات كثير كبيره بعالم الموضه، بس هيك كمان بيتميزوا بالاستعراض بعروضهم من لما ابتدوا لحد اليوم. يعني لما بنقول فيكتور اند رولف بنكون مستنظرين نشوف عرض استعراضي، وحتى كمان بنفس الوقت مبالغه لاقصى درجه بطريقه القصات الموديلات، بس هيك لحتى يتميزوا عن غيرهم. وبيقولوا المصممين انه بالنسبه لهم الكوتور هو استعراض كبير. اما هالسنه بنلاحظ كانت اجواء الدولز الالعاب اللعبه المميزه، لعبه من القماش اللي من احنا وصغار كنا نشوفها، وكمان في بعض ببعض الاوقات كمان مثل بنشوف المصممين اللي هيك كانوا مثلا يجيبوا اللعبه مثل الافودو دول، نفس الشيء هالاجواء المميزه اللي كانت عند فيكتور اند رولف. فيكم تحبوه فيكم ما تحبوه، بس لكن فيني اقول لكم انه هذا العرض مميز. اذا تطلعوا على الديتيلز والقصات الموديلات كانت مميزة ومختلفة، وبالآخر أكيد بطريق بالعروض الأزياء وخاصة بأجواء الهوت كوتور المصممين بعد لحد اليوم إذا كانوا هن أوريدي بحبوا الاستعراض بالنسبة لهم رح يستمر الاستعراض. بننتقل وبنشوف سوا مجموعة فيكتور اند رولف وأكيد لهالموسم. Thank you.
نشوف البريد المظاهرة الألعاب اللي موجودة على الرنوي، وأكيد هدول المصممين الدوتش اللي من لما ابتدوا لحد اليوم عندهم مثل استعراض بتقديم مجموعات بطريقة مميزة وكمان ايكونيك. الموديلات اللي اشتغلوا عليها هن الجينز، التي شيرت، البومبر جاكيت اللي كانوا مبالغ فيهم بطريقه مميزه، وفي بعض الموديلات البومبر اللي تحولوا لفساتين، لتوب، لمعاطف، وكمان الموديلات الاكسترا لارج خاصة من الكشكش. وبحب لكم انه هالمصممين بيشوفوا الموضة على طريقة جديدة، وهالمجموعة بالتحديد حبوا يشوفوا الستريت ستايل والكاجوال والمودرن بنفس الوقت. الألوان كانت متنوعة من اللون الأسود، الأخضر، الأزرق والأورانج اللي هالسنة بينعاد بالنيو بلاك. المواد اللي استعملوها المصممين فيكتور اند رولف هن القطن، النايلون، الدنم والصوف بنفس الوقت. فإذا شفنا أجواء المسلية عند فيكتور اند رولف، وأكيد تفاجأتوا بهذا العرض، وأصلا تفاجأ العالم تقديم هذا العرض، خاصة ما كان بحاجة لا لميك اب ولا لشعر هذا الكاتوك للعارضين يلي كانوا عم بيتألقوا بالعرض، كان بس عندهم شغل على وجوه المنكة اللي هي اللعبة اللي كان شكلها مميز كتير. على كل حال مع هالعرضين اللي شفنا ميزو مارتن ماجيلا وفيكتور اند رولف نوصل لنهاية فقرة على الموضة، وأكيد مثل العادة بفقرة على الموضة رح نخليكم أب تو ديت بكل شيء عم بصير، وأكيد بالأيام القصيرة رح نبلش نخبركم أكثر وأكثر شو هن الأسس وشو هن الموضة يلي لازم نعتمدها حتى نكون على آخر موضة. لحظات مكفية سوا بقية فقرات عالم الصباح. شكرا لك هادية، كانت هيدي إذن الجولة على بعض الأشياء بعالم الموضة إذا فينا نقول لخريف وشتاء 2017-2018، ودائما رح تعطينا ترجع هادية كل المستجدات. إنما هلأ رح ناخد كمان مرة بريك، خليكم معنا حتى نرجع نتابع.